الفيديو لنحكي عن ادوار دفنت اصحابها. الممثل الاول عبد الفتاح مزين بدور زاهي افندي، ما قدر انه يطلع من اي شخصيه او حتى ما قدر يعمل دور احسن منه. عبد الحكيم قطيفان ضابط بالجنائيه، عقيم ما بجيب اولاد وبيحارب الفساد. بعتقد هذا الدور اللي لبسه لدرجه انه هو مفصل بدلات وصار حافظ الحوار من دون ما يقرا المسلسل. في بعض المسلسلات اذا نقصهم تايم بيروحوا بياخذوا من غير مسلسلات ادواره، ما بعرف اذا وصلت الفكره، يعني بياخذوا مشاهده من غير مسلسلات، يعني حتى الكاتب بعتقد بالمسلسل بيعمل اشاره للسهم انه عبد الحكيم قطيفان اتسترا. ديما بياعه، صح انه هي مثلت الكثير من الادوار، ولكن في دور كانت كثير تكرره واللي هو طالبه مدرسه. خزانتها كان في بدلة مدرسة، نهض بس المرأة الفقيرة المعترة اللي مغلوب على أمرها ومهمومة كتير. دور العنوسة أو المرأة اللاهثة خلف رجل أو عريس بالأحرى بيطول لهند محمد أو لشكران مرتجى. والمشكلة إنه بعض المواسم الرمضانية كان يشارك الممثل نفسه بأكثر من عمل أو بنفس الدور. والشيء بالشيء يذكر بانه عابد فهد كان دائما يعطوه ادوار بالكوميديا وهو كان طموحه الدراما، لدرجه انه هو اضطر ينتج على حسابه تمثيليه سهره مع جهاد سعد بعنوان مجانين وسط لحتى يقنع المخرجين بانه هو يليق بالدراما. هل الممثل هو اللي عم يحصر حاله بهي الادوار وبيتنمط فيها ولا استسهال من المخرجين؟ لا تنسوا الفولو.